انا بقدم روحي، بقدم حبيبي، وبقدم ابويا اللي رباني، وبقدم اساس الفن الراقي. اساس الفنان ما يبقاش فنان غير لما يبقى ذو اخلاق عاليه وجميله. هو مثل يحتذى به مش في الوطن العربي بس، بل في العالم. انا بحس ان هو انطونو كوين مصر. بجزيل الشكر. الحقيقه الليله دي انا يعني ما كنتش اتصور ان ممكن اشعر بهذه السعاده ان انا من ساعه ما قعدت على الكرسي بتاعي وفتحت الستار وشفت الانوار وتتلألأ قدامي كده اهو دلوقتي، وانا بقالي 15 سنه يمكن ما مثلتش على عشرة المسرح مع الكبر السن يعني، انما الشعور عمال يزداد داخلي بهذه الانوار وهذه المشاعر اللي بيعيشها الفنان عندما يكون يقف على خشبه المسرح، لان هنا خشبه المسرح هي الحياه. والله انا ما بقبلش انما انا جوايا يعني سعيد بهذه الليله وبرؤيه اخواننا الفنانين العرب ومعالي سفير عمان. يعني انا سعيد بهذا اللقاء من حركه كشف وحنان شوقي دي، حنان شوقي دي الصوره المشرفه للفنانه المصريه الحقيقي. يعني انا صاحب حلم وفن ومثاليه عظيمه جدا، وانا أقول أنا عايش معاها تجربة يا روحي من زمان. أقول يعني لحظة من اللحظات وحياة ربي عايزة حضن بقى وحياة ربي كنا في مكان ما وما عجبهاش الشغل يعني، وشفت لها موقف مشرف جدا أقسم بالله، وهي بتركب الطيارة أنا بكي والله من عظمة أنا واصل فيديو كده الفيديو هو شفت بقى إلا دي فنانة أول ظهورها على المسرح. أنا هسيبك تقول الترشيح تشريح من هقوله معلش معلش. أول فنانة تطلع على المسرح تخطف القلب والروح معا بأدائها بجمالها بحضورها الطاغي. انا بوصل لهشام السنباطي حاجه بس ما يبقى يقولها. قولها ورش حالها. اقول ازاي ورش حالها وانت تقولي فين؟ طيب
رش حلاها علياء البلوشي عن عرض رأس خارج القانون لفرقة وادي الخشبة من سلطان العمان. بلوشي هنا علياء على فكرة من الناس ما شاء الله حد أكتف مع احترام الشديد جدا، مفيش عرض من أول يوم في المهرجان ما حضرتوش، كانت على طول بتحضر العروض وبتتابع بشكل هايل جدا. حقيقي فعلا انك فعلا محبة للمصر ومحبة لخشبة المصر. الشيخ الثاني الفنانة نجوى ميلاد عن عرض للرجال بركة لفرقة بدعة للإنتاج الفني من تونس وفازت بها. حبيبتي الفنانة اللي كبرت اسم بلدها في هذا المهرجان نعمة الفن، الفنانة الصادقة الصريحة كلها حيوية وكلها فن مبدعة نجوى ميلاد تونس. نحن نهدي سلطنة عمان درع الفخر لمهرجان آفاق مسرحية وأرجو إسماعيل السفير يتفضل على المسرح ويسلم الدرع. جميعا شكرا لمصر الشقيقة والعزيزة ممثلة في وزارة الثقافة بأن اختارت بلاد سلطنة عمان التي تربطها بمصر علاقة زمنية ممتدة عبر التاريخ. تحية لمنظمي هذا الحفل اليوم وما قاموا به من جهد استمر طويلا. تحية للجنة التحكيم، تحية لكل الفرق التي العربية التي حضرت أرض مصر. يعني حقيقة لا أستطيع أن أملك مشاعري تجاه الدول التي شاركت حقيقة، اليمن العزيز، ليبيا التي تعيش هاتين الدولتين ظروف صعبة، وأن تصر وأن يصر أبنائها الكرام على الحضور والمشاركة في هذا الحفل انحيازا للثقافة والفن. اختيار سلطنة عمان أن تكون ضيفة شرف حقيقة هذا مصدر اعتزاز وفخر، وزملائي يقفون اليوم في هذا المكان لتكريمهم بهذه المشاركة. أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ هشام الصنباطي وزملائه الفنانون الكبار الممتدون بإبداعهم وفكرهم لكي ينقلوا هذه التجربة لجيل الشباب الحاضر هنا اليوم. تحية ل الشباب الذي يجاهد يوما أنا أعرف كيفية التنظيم في هذه المناسبات. شكرا للإعلاميين، شكرا للجنود المجهولون الذين لا يقفوا على هذا المسرح هنا يعني اليوم. أقتبس من محمد صبحي الفنان الكبير الكلمة حينما قال أن مصر تصدر الفن والثقافة، وأنا أقول من أراد أن يكون فنانا وأن يعني يتحقق اسما ثقافيا فنيا عليه بمصر.
حينما شاهدت فيلم تجربة المسرح في عمان، كان لي النصر دور في إنشاء فرق مسرحية في عمان معنا. هذه مصر العظيمة دائما عمود الخيمة العربية، نعتز بمصر، وأن تعود مرة أخرى في وهج الاهتمام بالثقافة والفن على الرغم من الظروف التي نعلمها جميعا، ظروف كورونا، الظروف التي خرجت منها مصر منذ 6 سنوات، ومصر تعيش وهجا في شتى المجالات حقيقة. أنا أقف هنا اليوم لكي أقول شكرا لمصر قيادة وشعبا، ونعول كثيرا على مصر في محيطها العربي. شكرا لكم. الحديث سيطول في أشياء كثيرة في داخلنا يعني، ولكن أقف هنا لكي أحييكم مرة أخرى، وشكرا لكم أن أعطيتوني هذه الفرصة كي أقول ما يعني في داخلي من محبة تجاه هذا الوطن الكبير الذي كان له دورا مهما في المحيط العربي، وسيستمر هذا الدور بإذن الله. شكرا لكم. السفير عبد الله الرحبي، سفير السلطة في مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. طبعا لولا دعمه الدائم لنا لما نقف اليوم على خشبة هذا المسرح. هو دعم دائم للثقافة وللمسرحيين وللإعلاميين، كونه رجل إعلام أولا يعني، لكن الخارجية أخذتهم عندنا. وهو في كل حال يؤدي دورا فاعلا ومشهودا، وتقديرا من فرقتنا، فرقة مسرح قوات الخشبة، نقدم له درعا يعني كصارت محبة وتقدير، تقدمها الفنانة علياء البلوشي. العالم العربي نعم، انا كنت متصل بيه وشعر ما لازم كده ما شاء الله. انا بقول لك انا كده انا بالليل يا الله سبحان الله لعنه وشفاه.